حاجات الترحيب بحضراتكم. معايا في الاستوديو استاذ دكتور وليد الفيل خبير الاستثمار الرياضي وايضا عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. دكتور وليد برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا كابتن محمد. نور. برحب بيك والساده المشاهدين. ده انا اللي بستمتع باللقاء معاك. لا يعني كذا مره الصراحه بنبقى متواجدين مع حضرتك بنستفيد جدا بخبراتك سواء في الاستثمار الرياضي او حتى في القوانين اللي خاصه طبعا بالرياضه وبالانتخابات وبالمشاكل اللي ممكن كنا وقعنا فيها الفتره اللي فاتت. يا باشا يسعدني بس هو ما حدش بياخد في الاخر بالكلام يعني يبني بنتكلم بندردش بنفضفض مع بعض انما في النهايه ما حدش بياخد بالكلام يعني. صحيح. خليني يعني اكلمك ما دام احنا بقى بنفضفض مع بعض خليني اكلمك على الاعلام الرياضي او الخطاب الاعلامي اللي موجود في التوقيت الحالي يعني على الساحه الرياضيه بتشوفه ازاي؟ بص يا كابتن محمد هو احنا الحقيقه عندنا في مصر مشكله يمكن حتى على مستوى الاعلام كله وبشكل عام يعني وبشكل خاص في الاعلام الرياضي. هناك خلط واضح وصريح بين الاعلام والاعلان، يعني دي مشكله رئيسيه الحقيقه احنا بنواجهها يعني. المفترض في اي حته في الدنيا الاعلان وسيله اتصال حضرتك بتتصل بالناس بهدف انك تظهر ايجابيات شيء. يعني الهدف من الاعلان دايما اي اعلان في الدنيا انت بتظهر الجانب الايجابي بس، ما حدش بيطلع يعمل الاعلان عن نفسه يقول ده انا وحش، ده الطبيعي. الاعلام مفروض هدفه الاساسي هو نشر الحقائق والمعلومات للناس للجمهور عشان خاطر في الاخر تزود وعيه او تعلمه بشيء معين او تعرفه بشيء معين. اللي بيحصل طبعا الحقيقه انا بشوف فيه خلط زي ما بقول لحضرتك خلط يعني غير طبيعي ووصل لمرحله فعلا قد تكون مرحله يجب التوقف عندها. يعني ان المفروض لما مذيع بيقعد على كرسي المفروض ان هو بيتحول في اللحظه دي الى شخص محايد. احنا بشر اكيد كل واحد فينا ليه هوا، لكن عندما تجلس حضرتك عشان تحاور كويس لابد او عشان تتكلم مع الناس لابد ان يكون الخطاب بتاعك خطاب محايد في الاخر. هواك انت بتحتفظ بيه لنفسك. اللي بيحصل النهارده غير كده خالص. اللي بيحصل النهارده ان كل واحد للاسف بيطلع يعبر عن اهوائه الشخصيه. اللي بيحصل ان في ناس بتتفاخر او بتتباهى يقول لك انا والله مش محايد وانا ما فيش حاجه اسمها في الاعلام حياد. لا، هذا الكلام غير صحيح. الاعلام هدفه الاساسي الحياد، هدفه الاساسي نشر معلومه او نشر حقيقه للناس، انما مش هدفه ان حضرتك تطلع تقول رايك وتؤثر على الجمهور، خاصه ان في احيانا كمان رايك بيبقى فيه حاجات مغلوطه او بيبقى فيه ترويج لحاجات قد تكون منقوصه وقد تكون اساسا غير سليمه بتوصل للناس وبتؤثر فيهم وبتثير التشاحن بين الجمهور بعد كده على السوشيال ميديا او على غيره يعني. فالحقيقه لا يعني انت لو بتسالني لا مش عاجبني الاداء الاعلامي في كثير من البرامج طيب الرياضيه. يعني خليني برضو اخد مثال قناه الاهلي. كويس. احنا قناه يعتبر بتمثل نادي بتحاول تدافع عن كل حقوق النادي. مظبوط. بالرغم من ذلك الناس بتقول علينا ان احنا مش عايز اقول اللفظ بنطبل مثلا. يعني بتشوفها زي الحاله زي كده؟ لا، هو الهدف الاساسي من قناه النادي الاهلي المفروض ان تنشر اخبار النادي الاهلي، ان تدافع عن حقوق النادي الاهلي، ان تقف على مسافة واحدة من كل من ينتمي إلى النادي الأهلي. مظبوط. كويس. ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة أنا بخاطبكم بيها وأنا معاك هنا في القناة. الفترة اللي احنا فيها دي فترة قد تكون في منتهى الحساسية، مطلوب فيها الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مطلوب فيها إعطاء الفرصة للجميع بشكل متساوي وبشكل متوازن لعرض برامجهم أو لعرض أفكارهم على أعضاء الجمعية العمومية. وأنا أعتقد إن أنتوا فعلا يعني لن تتوانوا إن أنتوا تعملوا ده. قضية إن الناس بقى بتطبل وما بتطبلش في مشكلة الحقيقة برضو عندنا في مصر دلوقتي، هي مشكلة في المجتمع عموما وبرضو في الوسط الرياضي. هي قضية إذا كنت مش معايا فأنت ضدي، من ليس معي فهو ضدي. الناس دايما بتتخيل إنك أنت تطلع مثلا تقول مرة إن المهندس محمود طاهر أنجز كذا كويس، يبقى أنت هنا بتطبل المهندس محمود طاهر. إذا طلع برنامج آخر بيقول إن الكابتن الخطيب أسطورة كروية ورمز لن يتكرر، يبقى الناس هنا بتطبل للكابتن الخطيب، هو على طول بيبص إذا كان حضرتك ما بتقولش اللي هو عاوز يسمعه يبقى أنت ضده، وهذه نقطة في منتهى الخطورة، لأن طبيعي جدا هو ثقافة الناس قايمة على الاختلاف، ربنا لما خلقنا متنوعين. تمام. يقول وجهة نظره دون تجريح أو دون تجاوز أو دون تطاول على الآخر. إنما قضية إنك بتطبل، طب هفترض إن حضرتك طلعت تطبل. طب ما هو الناس في الاخر ليها عيون وليها ودان، ما هو الناس شايفه. يعني حضرتك النهارده مثلا يطلع برنامج يقول والله المهندس محمود طاهر ما عملش والمجالس السابقه هي اللي عملت وده جه دهن وجه عمل. جميل. طب حضرتك قعدت تقول ده 100 مره. طب ما الناس عضو الجمعيه العموميه هو شايف قدام عينه ما تم انجازه. اذا حضرتك بتقول كلام صحيح هو مش محتاج يسمعه لانه شايفه، واذا انت بتقول كلام غلط فانت بتشحن الناس على الجانب الاخر. في المقابل الناحيه الثانيه
يطلع حد ويبتدي يتحدث بشكل يعني في يعني عدم التقدير الكافي مثلا لرموز سابقين. طب ما انت كده بتستعدي الناس على القناه او على نفسك. مظبوط. مفيش. بص حضرتك لابد ان يكون من يجلس على كرسي بيخاطب منه الناس لابد ان يتحدث. ورايي هسيبه لنفسي لو انا عضو جمعيه عموميه فانا رايي موجود في الصندوق في يوم الجاي. يا كابتن محمد، يا كابتن محمد، ما نفعله احنا اللي بيحصل في البرامج الرياضيه، اللي احنا بنعمله ان احنا بنزيد من حاله الاحتقان اللي موجوده، بنعمق الانقسام اللي موجود. انما في اخر صدقني والله الانتخابات لا هي برامج تلفزيونيه ولا هي على الفيسبوك ولا الكلام ده خالص، الانتخابات في الاخر هي قناعات. هذه القناعة بتتولد عند صاحب المصلحة. من هو صاحب المصلحة؟ هو عضو الجمعية العمومية. عضو الجمعية العمومية إذا رأى أن هذا المجلس اللي بيمثله المهندس محمود طاهر اللي هو بيعيد تقديم نفسه مرة أخرى للجمعية العمومية، إذا رأى أن هذا المجلس حقق له من المصالح كويس ما يرضيه سيعيد انتخابه. والله لو قعدت تعمل 100 كل يوم 30 ساعة إعلام وترغي في ودان الناس، إذا رأى أن هذا المجلس لم يحقق له المصلحة اللي هو كان عايزها هو هيبحث عن البديل. جمعية عمومية للنادي الأهلي جمعية عمومية راقية على درجة عالية من الوعي، على درجة عالية من النضج، مش هيحركها في الآخر لا برنامج تلفزيوني ولا بوست على الفيسبوك ولا تويتر على تويتر. مش النادي الأهلي لا يدار من الفيسبوك؟ لا خالص. النادي الأهلي حضرتك، النادي الأهلي لا يدار إلا من داخله. ما بيدارش، لا هيديره الفيسبوك ولا هيديره الإعلام ولا هيديره أي حد. وهذه قضية إحنا يعني أي حد بيحب النادي الأهلي دايما هيبقى حريص على ان يحافظ على استقلاليه قرار الاهلي. فيعني انا شايف ان كل ده شوف الفتره اللي فاتت دكتور وليد وما يحدث من خلال طبعا البعض يعني في حته ان انا بحاول قبل مباراه مهمه مثلا زي مباراه الوداد وحته ان انا بدخل الانتخابات وسط الحاله الاستنفار الموجوده عشان المباراه، بتشوف الامور دي كانت ازاي؟ انا كابتن فاروق يمكن من البدايه او في كذا مره في كذا لقاء قبل كده كنت دايما بتكلم عن هذه القضيه، قضيه جر الاهلي الى صراع انتخابي في غير موعده. الناس للاسف للاسف انت في كل قضيه كنت بتيجي تثيرها، يعني لو رجعنا مثلا لقضيه اللائحه، طب ما علاقه اللائحه بالصراع الانتخابي او بان في انتخابات هتيجي؟ اللائحه قضيه ما زلت حتى هذه اللحظه على فكره ما زلت ادافع عن قناعاتي ان موقف الاهلي كان سليم وانه كان صحيح. وبمناسبه المهندس محمود طاهر، يعني اشيع في فتره من الفترات ان المهندس محمود طاهر سيتراجع عن الاستمرار في شكوى اللي مقدمها اللجنه الاولمبيه او شكوى للخارج اذا لم يعني اللجنه الاولمبيه تحسم الامر، اللي هي لغايه دلوقتي ما زالت تسوفه. الوقت عمال يعدي. ما انا بقول لحضرتك انا وقفت في وسط النادي وفي ندوه المهندس محمود طاهر وقلت له صراحه امام جميع الاعضاء إذا تراجعت في هذه القضية تحديدا سأكون أول واحد ضدك، رغم أن كنت أول واحد بأيدك فيها، لأنك هنا بتدافع عن حق الأهلي. التهاون في حق النادي الأهلي ده أمر مرفوض 100%. حق النادي الأهلي في استقلالية قراره لسه بقول لحضرتك كمان مرة وبعيد وبزيد هذا الكلام. موقف النادي الأهلي في موضوع اللائحة كان موضوع سليم، كان موقف سليم. موقف النادي الأهلي كان بيدافع عن إرادة أعضائه. ما تفعله اللجنة الأولمبية هو نوع من أنواع العبث اللي هيؤدي في الآخر إلى كوارث قانونية. وتذكر هذه المقولة جيدا، انك انت على وشك ان انتخابات في اندية كتيرة جدا هتبطل بسبب ما تفعله اللجنة الاولمبية. كان في كذا دعوة وقف انتخابات امام مركز التسوية لم يبت فيها، كلها اترفضت الشق المستعجل. لا هم عايزين الناس، بيضغطوا على الناس عشان كل الاندية تعمل انتخابات، انما في الاخر طب بعد الانتخابات ما انت حضرتك هتفاجأ ان في عوامل ادت الى بطلان هذه الانتخابات. ايه مصلحة اللجنة الاولمبية ان تصدر للاندية حالة من حالة عدم الاستقرار بعد شهر أو شهرين يبقى مطلوب منك أنك تعيد انتخابات مرة أخرى؟ لا لا، هناك أمور كثيرة جدا بتحدث في الساحة الرياضية يجب التوقف عندها، لأن فعلا إحنا داخلين في اتجاهنا زي ما بقول لحضرتك كده إلى إيه؟ إلى كارثة يعني. طيب ما زلنا في جزئية الإنفلات الإعلامي يعني في الساحة الرياضية، دور المسؤولين بقى في الفترة اللي جاية ومفروض من الفترة اللي فاتت، يعني إحنا عارفين في مجلس قومي للإعلام وبالأخص عمل حاجة بخصوص الإعلام الرياضي بالذات يا دكتور وليد. أنا بتصور إن الهيئة الوطنية للإعلام عليها دور كبير في ضبط الأداء الإعلامي. بتصور كمان إن نقابة الإعلاميين النهاردة أصبحت منوط بها ممارسة دور رقابي أيضا على الأداء الإعلامي سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الإعلامي بالكامل. إنما ما ينفعش النهاردة أن تبحث نقابة الإعلاميين وتصدر قرار بإيقاف مذيع معين وبعدين يطلع لسانه للناس بالليل في التلفزيون. هذا كلام انا بقول لحضرتك هذا نوع من انواع العبث. لابد اما ان هذه الاجهزه
لها من الصلاحيات ان تمارس دورها في ضبط الاداء الاعلامي، واما ان خلاص هي هو ايه الهدف منها انها تجتمع وناس تقعد مع بعض وتحكي كلمتين وبعدين في النهايه تبص تلاقي ان الموقف زي ما هو. فطبعا ده كلام انا شايف ان في خطا وفي خطر بالغ، ليس على المستوى الرياضي فقط او على المجتمع الرياضي فقط، بل على المجتمع باسره. طيب واحنا بنتكلم على الاعلام والنادي الاهلي والانتخابات القادمه، يعني سابوا خالص الجزئيه وجود المهندس محمود طاهر في المغرب، كابتن محمود خطيب في المغرب، ومصافحتهم لبعض ما اتكلموش عليها بالشكل المطلوب، اللي هو كيان النادي الاهلي هو ده يا جماعه، هو مش هتغير، مش هتحاولوا تخشوا ما بين يعني في الكيان ده وتحاولوا تكسروه بشكل كبير. شوف برضو المناقشه هذا الشكل او الفيديو اللي كان ظهر لنا قبل كده. انا هقول لك يا كابتن محمد، انا خليني في ماتش الوداد بالذات في ثلاث مشاهد الحقيقه انا بحب اتوقف عندهم جدا، من ضمنهم هذا المشهد يعني. طبعا مبدئيا خليني يعني اقول ان جمهور الاهلي كان على درجه من الرقي اللي هو تقبل فيها الهزيمه اللي تمت للنادي وخسرته بطوله مستحقه بفعل فاعل. الجمهور تقبل ده لانه شعر ان الفريق لم يتهاون ولم يتخاذل وان كل واحد ادى دوره. كون ان عدم التوفيق كان بيلازمك في مباراه ما، او كون ان في حكم متحامل عليك في مشهد مفضوح للتحكيم الافريقي، ان حكم يعني سواء في الماتش هنا او في الماتش هناك، يعني في الماتشين الحقيقه التحكيم كان متحامل تماما، وكان اي فرصه او من الفرص اللي ظلم فيها الاهلي كانت كفيله بتغيير مجرى النتيجه سواء هنا او هناك. لكن خلينا، هي مباراه في النهايه الاهلي لديه من البطولات الكثير، الناس حطت نقطه ومن اول السطر احنا بنبحث عن البطوله التاسعه ان شاء الله في الموسم الجديد. صحيح. هيبقى الاهلي دايما كده. لكن خلينا نتوقف عن ثلاث مشاهد مهمه جدا في قضيه المباراه الاخيره. المشهد الاول هو مشهد الجمهور في التدريب الاخير قبل ما الفريق يسافر. تمام. والله والله لو رايت هذا المشهد او اللي حضروا لايف في النادي او شافوا في الاستاد، كويس انت كنت موجود هناك. انت كنت موجود؟ انا كنت موجود طبعا. موجود. طبعا اكيد كنت موجود، ومش انا موجود بس، كل يعني انت النهارده ان مدرجات التتش تشيل النهارده 30 35 الف واحد. مشهد الحقيقه تشعر انت مش بتتكلم على دوله، لا انت بتتكلم على الامه. الاهلي فعلا امه، أمة ولا شعب، ده شعب. وقد إيه يعني يقين الناس بأن الفريق إن شاء الله يستحق البطولة وهيرجع بيها. فالحقيقة مشهد أنا من المشاهد اللي كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي. المشهد الثاني مشهد مدير فني بنته موجودة في العناية المركزة وبيتركها عشان يمارس دوره، يعني بص قدر الإحساس بالمسؤولية إن هو مسؤول عن إسعاد ملايين الأهلاوية. فالراجل يترك بنته، انت يعني ما حد يبقى عنده طفل وسخن شويه بيبقى مش على بعضه. طب تخيل بيقولوا بنتك عامله حادثه وفي العنايه المركزه وكده، وانت بتترك كل هذا الكلام وقاعد عشان تمارس عملك او تؤدي دورك. فالحقيقه انا بوجه تحيه للكابتن حسام البدري، لانه موقف انساني صعب ان حد يقدر يتعالى على احزانه وعلى مشغولياته زي ما الراجل ده عمل. طبعا. هرجع بقى للمشهد الاساسي اللي حضرتك اثرته. هو طول عمر النادي الاهلي بيصدر للناس كلها التحضر والرقي وثقافه الاختلاف. ده الاهلي. هو الاهلي ايه؟ يعني ايه الحاجه القيمه اللي خلت الاهلي دايما مؤسسه قويه ومتماسكه وعظيمه وما بتقعش؟ ان جمله بسيطه جدا الناس بتقولها لكن هي بتطبقها فعلا لا قولا، جمله الاهلي فوق الجميع. الاهلي ساعة ما بيكون في أزمة كل ولاده بيقفوا ساعتها وبينسوا كل خلافاتهم وكل انقساماتهم وبيقفوا في اللحظة دي يؤازروا الأهلي أو يدافعوا عن مصلحة الأهلي. هو ده اللي حصل ببساطة. هو ده مش جديد يعني إن الناس ما ركزتش عليه، ده تم بفعل فعل لأن الناس مش عايزة تركز على ده، هي الناس عايزة تركز على المشاهد السلبية اللي بتعمق حالة الانقسام زي ما بقول لحضرتك. إنما مشهد متحضر زي ده، إن رئيس يجلس منافسه بجانبه يصافحوا بعض، يحتضنوا بعض، يقعدوا الاثنين يؤازروا العشق بتاعهم اللي هو اسمه النادي الأهلي، ده النادي الأهلي، مفيش جديد. هدفهم واحد. مفيش جديد، وطول عمر الأهلي هدفه واحد، وأي حد بيحاول يجر الأهلي، يعني هي الناس لو تعرف مدى الاحترام اللي بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر أو بين المرشحين عموماً، الناس مش هتعمل اللي هي بتعمله. يعني الاتباع، هي المشكله حضرتك مش في المستويات اللي فوق، المشكله دايما في الاتباع. في المستويات اللي تحت، ان الناس فعلا بتصدر مشاهد مختلفه عن طبيعه النادي الاهلي، هي دي اللي في الاخر بتسيء او بتحاول تخلي صوره مضيئه احنا شايفينها مضيئه تحط عليها نقطه سوداء.
انما الاهلي دايما وابدا سيظل بيحتفظ بنفس القيم، سيظل دايما بنفس القدر اللي هو زي ما بيقولوا حضرتك هو بيصدر دروس لكل الانديه ولجوه. السؤال اللي كنت عايزه يعني المشهد ده بيصدر لانديه كتير مدى التعامل والاحترام في هذا الكيان الكبير اللي بيعلم دايما. طبعا طبعا كابتن محمد، انا صحيح زعلان من مشاهد بشوفها جديده في الاهلي احنا مش متعودين عليها ولا عمرنا شفناها، حقيقي مزعلاني، لكن رغم هذه المشاهد كلها بيبقى الاهلي على مسافه كبيره جدا جدا من انديه اخرى. يعني الناس اخيرا عندنا يعني تشتم شويه بعض على الفيسبوك، انما لا، ما بتوصلش لمرحله لا تطاحن ولا تشاجر ولا رفع احذيه ولا منع من دخول النادي، لا خالص. الحمد لله ان احنا ما زلنا في بدايه الطريق اللي نقدر عنه نوقف هذه الظواهر السلبيه. انما من المؤكد ان زي ما بقول لحضرتك لا، احنا بعيد. احنا بعيد، احنا ما زلنا برضه لسه ما زال هناك رصيد من القيم احنا ما زلنا محتفظين بيه، ارجو ان احنا نحافظ عليه، ارجو ان احنا يعني نبقي على الثوابت والاعراف بتاعت النادي الاهلي اللي هي طول عمرها اهمها الاحترام. طبعا. انك بتحترم الاخر فالاخر بيحترمك، وفي النهايه كلنا بنسعى الى مصلحه واحده اسمها مصلحه النادي الاهلي. طب يعني برضو احنا بنتكلم في الجزئيه دي وحضرتك زعلان، يمكن بنشوف بعض الظواهر اللي ممكن فعلا مش جيده بالنسبه لو جديده على النادي الاهلي، لان لقيت طعن في الزمام، تسريبات موجوده برضو الجديده دي يا دكتور وليد. طبعا يعني طبعا انا صراحه طبعا على مدار حياتي من وانا عندي 12 سنه جوه النادي الاهلي ما حصلش حاجه زي كده خالص. للاسف. انا بقول لحضرتك انا زعلان وحزين من ده. انا حزين اني بشوف ظواهر غير مسبوقه بتحدث في النادي الاهلي. هي بتحدث على نطاق ضيق ان بعض الصغار بيعملوها، لكن في الاخر هذه الظواهر انا بقول لحضرتك حلوه كلمه الصغار دي. طبعا طبعا لا يفعل هذه الافعال الكبار، يعني قمه كابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طبعا طبعا، ولا يرضي الكابتن الخطيب اطلاقا ولا يرضي المهندس محمود طاهر اطلاقا ان يكون احد اتباع او انصار هذا او ذاك ان هو يوجه اساءه للاخر، ده مستحيل يحصل. صحيح. انما النهارده اما الاقي يعني انا برضو في جمله اصلا جمله كتير قوي بتستفزني بموضوع ان الاهلي مخترق اعلاميا ومش مخترق اعلاميا والقصه اللي بتتقال. طب انا مش عايز اتعرض لدي، دي ما تهمنيش دلوقتي، مش ده موضوعي. لكن اللي يعنيني فيها ان هناك تصرفات اللي قام بيها ابناء الاهلي، هذه التصرفات تسيء لقيمه النادي الاهلي. يعني مثلا لما يبقى صحفي اهلاوي وبيغطي اخبار الاهلي وينشر عن مدير الامن في النادي دون اي مستندات انه تلقى مش عارف رشوه لتعيين ناس ومش عارف ايه وكلام زي كده، بتتحدث عن واحد بتطعنه في ذمته وهو رجل خرج لواء بوليس، رجل لا يمتلك سياره خاصه، رجل يسكن في شقه ايجار جديد. كويس. لم نرى منه الا كل خير. صحيح. كويس. فتيجي النهارده تطعنه في ذمته وانت لا تملك يعني ظاهره الطعن في الذمم دي حاجه صعبه، ظاهره يعني حضرتك ده في عائلات ما ينفعش طبعا طبعا ظاهره جديده تماما على النادي. طيب دكتور ريدي، يعني طبعا معايا الاعلام الكبير استاذ خالد الابرق، هيكلمنا برضو على جزء الاعلام اللي